مع الناس كلها. عامل برنامج متخصص للدفاع عن النفس لمريضة البريست كانسر. لا نكلم بقى كابتن مينا عادل، امسك المايك كده يا كابتن واحكي لي بقى، انت جاي تدرب مريضة الكانسر على ايه؟ على يعني ازاي تقدر تدافع عن نفسها من غير ما تستخدم دراعها، علشان احنا عارفين ان في مشكله بتبقى في الدراع، ان انا مش هقدر ارفع دراعي عشان في بيبقى في غدد تم استئصالها، فانا مش هينفع ان انا ارفع دراعي، فانا ازاي ان انا من غير ما استخدم دراعي اقدر ادافع عن نفسي؟ ده اللي بناخده النهارده. انتوا محتاجين موضوع الدفاع عن النفس ده؟ قاموا واتدربوا مع الكابتن. تعالي بس تعالي ما نشوف. بيخش عليكي مش بيبقى عارف انك مريضه ضعيفه او كده، فهو بيهجم وخلاص. فانت لو عندك فكره عن ان انت تدافعي عن نفسك بتبقى حاجه حلوه. يعني هو يعرف منين ان انا ضعيفه او هبقى بقى مخبيه له ايه؟ فهو النهارده ما شاء الله ادانا حاجات كده. لما تتدربت معايا؟ لان اختي حصل لها ايام الثوره دي سحلها، كانت حاطه الشال على كتفها وبموتوسيكل خد الشنطه من فضل يجرها 5 جنيه، هي مثبته في الشنطه، برمي له الشنطه او دافع عن نفسك باي، يعني كان المفروض هي بقى سرعه البديهه تدي له الشنطه لانه موتوسيكل. انت عملت بقى، انت بتعلمهم يعني لو موقف زي ده يعملوا فيه ايه؟ سرعه البديهه. حطينا اساليب مخصوصه ازاي ان انا اعرف اشتغل بيها على عكس اي رياضه، ان انا المفروض طبيعي ان انا بستخدم ايدي عشان اعرف ادافع عن نفسي. طبعا. فازاي ان انا طب انا عايزه اتفرج، ممكن نتفرج قبل ما تدخلي على طول؟ طب يلا انا عايزه اتفرج وعايزه اشوف. اول متدربه. ايوه. وعايزه اشوف حد بيتدرب بقى، انا هقعد اهو ونشوف مين نشوف الموضوع عملي. ممكن؟ اوكي. يلا. فأنا بكل بساطة هستخدم أداة معايا هي اللي هتخليني أعرف أدافع بيها عن نفسي، أو هستخدم ضربات الرجل في نقط ضعف مؤثرة اسمها مراكز الأعصاب، هي دي اللي بتجبر أي جسم مهما بلغت قوته إن هو يستجيب معايا. وبمنتهى البساطة لو أنا استخدمت نقط الضعف دي مع سرعة رد الفعل، لأن دايما السرعة هي اللي بتولد القوة، القوة ما بتجيش من الضخامة العضلية، القوة بتيجي من السرعة. هعيد عليكم المثال اللي قلته من شويه تاني، الطلقه مع الرغم ان هي حجمها صغير ولكن بتخرم ليه؟ من سرعتها. فهي دي كل الفكره، لما انا بعمل سرعه رد فعل او ضربه سريعه في نقطه ضعف، هو ده اللي بيخليني اقدر اسيطر. بالظبط كده. المفاجاه هو اللي بيشتت الجسم، هو ده اللي بيعمل خلل وارتباك لجسم الخصم. ونقطه تانيه ان انا بستغل قوته وبخليها جزء من قوتي عشان اقدر اسيطر عليه بيها. فانا مش بستخدم قوتي، انا بستخدم قوته هو. فانا احب اطمنكم ان كل ما كانت قوه اللي قدامي اعلى، كل ما كان ده في مصلحتي عشان انا هاذيه بيها. هي دي كل الفكره. هستاذن حضرتك بس في المايك عشان اعرف اشرح. انا دلوقتي لو انا في اي حاجه، شنطه ايدي، جاكيت، اي حاجه، لو انا دلوقتي ممسوكه بالطريقه دي، هنا البنت او الست اضعف، مش هينفع ان انا اقاوم قصاده كده، ده اكبر غلط. لكن انا لو رحت معاه وضربت في منطقه الفك بالشكل ده، هنا تركيز رجله بقى اضعف. لو انا دخلت قدرت ان انا اضرب في نقطه ضعف، هو ده اللي هيخليني اعرف اجيبه، هو ده اللي هيخليني اعرف اسيطر عليه. لكن هو واقف هنا، لو انا قعدت اضرب من هنا لبكره مش هينزل، لكن هو بعد ما نزل كده هو ده اللي خلى التركيز هنا اضعف. بعد ما خلى التركيز اضعف انا ضربت كمان في نقطه ضعف اللي هي ايه؟ اللي هي المفصل. يعني جنب. تبتدي بالوش. بالظبط كده، ببتدي بالوش في الفك. بالشنطه دي. بالشنطه بقى، احنا الشنطه بتبقى مليانه بلاوي. بالظبط كده، اي حاجه بلاوي، حاطين خضار جوه في الشنطه. بالظبط كده. بكل الخيارات اللي في الشنطه دي، وبعد ما خدها في وشه نزل، هنا دي بقت ضعيفه، عرفت ان انا هجيبه. يا عيني يا ربي. هي دي الفكره، هي دي الفكره. بمنتهى البساطه احنا خدنا اداه ثانيه
ودي تعتبر كسلاح احنا بنمشي بيه من غير ما نكون واخدين بالنا، اللي هي ايه؟ اللي هي ميداليه المفاتيح. ميداليه المفاتيح بمنتهى البساطه لو خرجتني من اي ماسكه، لو هو برده ماسك كده، لو هو ماسكني خانقني، لو غيرنا الماسكه، لو هو ماسك كده اهو، لو انا ضغطت هنا اهو وضغطت بيها لتحت بكيرف زاويه 45 درجه، هو غصب عنه هينزل. ليه؟ هو مازال ماسك، فانا بفضل اضغط لغايه ما ايده تسيب. امتى البعث؟ هي دي كل مش عارفينها. ده حاجه بسيطه. فين بالظبط تاني؟ قولي فين الايد؟ في النقطه هنا، في النقطه اللي بعد بالظبط مسافه صباعين من بعد مفصل المعصم، لو انا ضغطت بيها باتجاه لتحت هو غصب عنه هينزل وغصب عنه هيسيب. الغرض مش انه يسيب، الغرض انه يندم انه مسك. تمام؟ لو ماسك تاني خش كده تاني، دخلت ضغط هنا نزل بمنتهى البساطه. حاجه ثانيه، طب هو مش لما ينزل مش ممكن يمد ايده يقوم ضارب يقوم عامل اي حاجه تاذيني؟ طب انا ساعتها هعمل ايه لو انا ضغطت كده اهو وهو نزل؟ ده عنده ايد ثانيه ممكن نزل. يضرب بيها. وهو مسك، فرضنا ان هو ماسك بايدين الاثنين وهو نزل، انا قدامي دلوقتي بقى دلوقتي هو جالي دماغه مفصل ضعيف جدا، هو مفصل الرقبه، لو انا لفيته سوري اكني بلف غطا برطمان كده اهو، عرفت ان انا اسيطر عليه. اوبا اوبا ده هتعرفوا تعملوا انتوا كده؟ هو على الاقل قال المناطق اللي انا فاصلها المناطق اللي اشتغل عليها هنا عشان ما اعرفش احرك. هنا هنا دي عظمه المناخير دي برضو يا جماعه، دي من النقط الضعف القاضيه بمنتهى البساطه. الفك احنا قلنا من شويه، قلنا نقطه الضعف ايه؟ قلنا اول حاجه عندي الحنجره، عندي المنطقه الفاضيه اللي تحت الحنجره بضغط بيها لتحت، عندي الجنبين بتوع الفك، عندي العظمه بتاعت المناخير، وعندي العين، وقلنا العين بنخش فيها ازاي؟ بخش فيها بسرعه، بخش بيها بالوضع ده او بخش كده، لو انا حطيت ضربه سريعه هو غصب عنه برضه هيوطي، وانا عايز التوطيه دي، انا عايز التوطيه دي ليه يا جماعه؟ عشان ايدي ما تترفعش، انا عايز هو لما انا هضرب كده هو ايده دماغه جت كده عرفت ان انا الفه كده. تمام؟ هنشرح حركه ثانيه مختلفه، لو هو بقى جاي من ظهري، لو هو جه كتفني ودخل مسك جامد بسرعه، امسك كده، انا مش هقاوم المنطقه الممسوكه تمام، لكن انا هخرج بره حاجه بسيطه وهضرب تحت الحزام وطى، ضربت بكوع طلعت تاني اعملها تاني. دلوقتي اتكتفت، امسك جامد قوي قوي قوي، خرجت خطوه، هو مسيطر هنا لكن هو عمره ما هيعرف يسيطر على النص التاني من الجسم، دخلت ضربت تحت الحزام كوع بعد كده خرجت، ولا استخدمت دراعي ان انا ارفعه ولا ان انا عملت اي هيبك على جسمي في حاجه. ايه ده؟ لا العضه هتاخد وقت، لكن انا بضرب ضربه تعمل رد سريع، تعمل تاثير. ما هو بص هو دلوقتي هو لو اتعض هيبقى عنده القوه ان هو يستخدم ايده الثانيه في حاجه، لكن انا بحط ضربه في منطقه تخلي تركيزه كله يروح عندها. هي دي الفكره بمنتهى البساطه. وحتى لو هو جاي ماسكني مثلا المسكه دي اللي هي مسكات مثلا ايه الخطف، ما هو هي نفس الفكره، يعني لو انا اتمسكت نفس الفكره في المسكه دي هي نفس الفكره. خلينا متفقين على مبدا ان الحرامي عايز اسهل موقف، هو ما بيحاولش ان هو يصعبها على نفسه، فهو لا ده هو عايز يعني سهله السهله اللي هو يكون تخلص في جزء من الثانيه، لانه لو لقى حد محتاط هيعديه ويشوف غيره. هو المتحرش ده احنا كل اللي احنا بناخده النهارده ده اللي هو بقى اللي هو جه مسك، هدفنا قلنا ايه؟ مش ان هو يسيب، هدفنا ان هو يندم اصلا انه مسك. تمام؟ وفي مسكات كتير وفي حاجات كتير جدا ممكن ناخدها مع بعض النهارده لو الوقت هيسمح، لكن ازاي ان انا اعرف اخرج منها؟ بضرب في نقط الضعف وبسرعه. انا لو ضربت بنقط الضعف وانا متردد او انا خايف مش هتطلع بقوه، كده مفيش ثقه، كده مفيش قوه، كده هو هيزداد غضبه عليا اكتر وهيزداد الخطر اكتر. انت شايف يا كابتن انه الاحسن انها تسكت وتمشي؟ لانه بيقول لك وليه وتعملي مشاكل ليه وتضربي واحد ما هو هتمدي ايدك هيمد ايده، ولا تعمل اللي حضرتك بتقوله؟ انا مش بضرب، انا لما بدافع عن نفسي مش بضرب، لان انا فعلا لو ضربت هتضرب، لكن انا احط ضربه هو مش هيقوم منها. يعني هتديني وقت كده، يعني هتعمل مثلا فقدان للوعي، هتعمل له كسر، لان انا في كل الحالات انا معتاد عليا، فانا في حاله دفاع عن النفس. طيب التحرش بيبقى من ورا احيانا كتير، هي ما بتبقاش شايفه وهو بيجي من وراها بيقوم عامل حركه، بتعمل ايه ساعتها؟ طيب احنا دايما عامه بنرجح ان هو لو لمس وجري انا ما اروحلوش، لكن انا لو هو مسك، لو هو تعدى وهو الموقف متمادي فيه، ده اللي بيتطلب مني ان انا ادافع عن نفسي وان انا احط رد فعل شرس. لكن لو عمل حاجه وجري
افرض انا دلوقتي اصريت ان انا اخد حقي، انا ما اعرفش الموقف هينتهي على ايه، ما اعرفش هو واحد ولا اكتر من واحد، لكن ده حد واخد قرار ان هو كسر الخط الاحمر وداخل عايز يتعدى عليا، فده اكيد مش هقف اقول له يعني ميرسي او شكرا، لا، فلازم يكون ردي عليه بقى خلاص من نفس النوعيه اللي هو بيتعامل معايا بيها. طيب مين تقدر تطلع تورينا كده حد اتدرب معاك؟ كتير. يلا يلا يا ناس. واحنا ماشيين في الشوارع ابص الاقي بنوته صغنونه نازله من السوبر ماركت او من حته تصرخ ان هي اتاخد من ايديها التليفون بطريقه معينه وبيتاخد بايديها. يعني كتير قوي بيبقوا البنات حاطين دلوقتي التليفون في المعصم كده بس فلما بيتاخد بايديها بياخد ايديها، فهي من كتر الالم هي اللي بتسيب على طول طبعا. فهو ادانا رد فعل دلوقتي ان احنا ممكن نعمله المتحرش للحرامي. وريني معلش بقى حاجة عليا. هو اوريدي بياخد اهو التليفون اهو. انا باجي عليه اعمل كده مش عايزه لا 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 لا. هو مسامح وجاي يضرب النهارده. الراجل ده رجله بهدلت على النهارده. هو مسامح. حاضر بس يعني اقع على طول. اهو على فكره هو لو ما حسش بيها مش هيقع. لا انا في الحرامي انا هموته. انا بس ده هو اللي بيقول خلاص. هو مسك ايدي وهاجي معاه لا هجربها هنا. انا عايز اجربها هنا في الجامع. في دي؟ ايوه بالظبط كده. مطرح طيب خلاص يعني. يلا بقى ماشي. يعني قوه. الموضوع ده مدينا ثقه حلوه قوي. انا حاسه ان هو بيدي كل واحده باور كده زياده وثقه هي قالت تديكي. يعني النهارده الكورس ده ولا اسمه ايه الدوره بتاعه او السيشن بتاعه الدفاع عن النفس دي، يعني كل واحده تقول لي يعني ممكن تكون طلعت منها النهارده بايه، يعني اتبسطت غيرت على الاقل بتناسب وضع الصحي. لان طبعا بعد العمليه الغدد بتتشال من احد الدرن تبع الكانسر فين. فحضرتك هو مشكورا كابتن مينا ان هو قدر يعني حضرتك يدرس موقفنا الصحي وبناء عليه خطط لنا عمل لنا خطه. يعني بصراحه خارجه من النهارده طبعا استفدت من جلسه الدعم دي مستفيده ايه مثلا؟ مستفيده على الاقل خالص ان انا حتى لو ما نفذتش كل اللي هو قاله ان انا عرفت مواطن الضعف في الجسم. ان انا لو اذيت باي حاجه من حد بره فانا ممكن استعمل حضرتك دراعي السليم او حتى احد الارجل في مواطن الضعف اللي في الجسم اللي هو اشار ليها. عرفنا الحته اللي هو بيبقى ضعيف فيها بتبقى فين. الاماكن الضعف فعلا ما كناش عندنا فكره عنها. قال الفك، قال القصبه بتاعت الرجل، قال تحت الحزام. الحتت دي برده ما كناش نعرف عنها حاجه، فدي بتضعف قوه ال يعني ماما فاطمه لسه اوريدي هي اللي عامله معانا، فانا هستاذنك تشوفي ممكن نشوف ماما فاطمه بقى وهي بتضرب. يا ولد ممكن نلاقي بعدها كل الفقره بس ان هي ما عملتش اي حاجه. هي سرعه الباديه كمان هي صغيره بس اتجاه الايد، واتجاه الايد هو الاكبر جسم كله اللي هو يروح في حته ثانيه خالص. يعني لو عملناها برضه تعملها سريعه طبعا بس انا برضه على قد سنه. احنا بقى رز ومكرونه. المهم اللي انا بصحى السرعه. I try to make this defense with him. Ready? Push me. اوكي. فاصل. اوبا. فاصل. اوكي. برافو برافو برافو. طب قولي لي بقى الحاجه اللذيذه اللي عزتولها دي هتعرفي تدافعي عن نفسك؟
مش قوي، بس هو اداني الجرأة بصراحة. هو اداني الجرأة واداني ازاي يعني اعمل اي حركة هخوف اللي قدامه خلاص. انت عاملة، انت عندك برضه دراع؟ انا عاملة شايلة صدري وعاملة غدد ودراع الحمد لله. طب ده الشمال، اليمين نعرف نضرب بيه؟ اه بالكوع كده؟ لا وعلمنا بالكوع. اول ما قلنا لهم فكانوا ازاي احنا هنعمل كده، قلت لهم كلمة احنا هنعمل دي بتحبط. لا انا هعمل. الستات اقوية ويقدروا يعملوا كل حاجة. الموضوع ده مش خاص بولد او ببنت، ده الدفاع عن النفس. تخيلي ان لو بنتك دي اغلى حاجة هتخطف منك هتقفي ساكتة؟ فبدأوا بقى ايه، لا ده فعلا احنا ممكن نعمل، وبدأوا يتدربوا مع الكابتن. فدي بداية، ده لسه اول سيشن. سيشن الدفاع عن النفس كام بقى يعني؟ ممكن ياخدوا كام سيشن يا كابتن؟ هي بداية من اول سيشن احنا الحاجات اللي بناخدها لو اتطبقت هعرف ان انا اتعامل بيها في الشارع. كام سيشن الموضوع مفتوح مالوش ليميت، لكن انا لكن هي الفكره ان احنا مش بناخد محتوى. لكن احنا بناخد كونسبت، بناخد مبدا. ازاي ازاي ان انا اعرف الاسلوب ده؟ انا ما اعرفش اللي قدامي في الشارع. طب انا عايز اسال ايه اللي جاب في دماغ بهية ان هم يجيبوا كابتن للدفاع عن النفس؟ يعني ايه اللي جاب لكم الفكره دي، ولا حضرتك عرضتها ولا ايه؟ طيب هو الموضوع باختصار شديد جدا هو الموضوع جه بالصدفه، ان جت يعني طرح علينا سؤال احنا ينفع نعمل اصلا موضوع الكورسات اللي انت بتدربها دي يا كابتن للمحاربين بتوع السرطان عندنا؟ اصل احنا عندنا مشكله ان احنا الدراع ما ينفعش يترفع. فالموضوع كان جديد عليا، بس انا فكرت شويه في السؤال، قلت طب هندرسه ونرد. لا قلت اه ولا قلت لا، قلت بس 90% ان شاء الله اه. وقعدت مع التيم معانا وفكرنا في اساليب ازاي ان انا مش هستخدم ايدي خالص. اوكي، او هستخدمها استخدام بسيط قوي، واعرف ان انا انفذ نفس النتائج، اطلع نفس النتائج اللي بيستخدم ايده ورجله في الدفاع عن النفس. يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا اخبطه هنا بالظبط خلاص دي كده. اوكي، في الركبه توجع في الركبه وبالمفتاح في الحته دي. ده بالمفتاح ده في اي حته، ده المفتاح ده في اي حته. ما تخزقوش عين حد يا جماعه، احنا مش مسؤولين عن نتائج الخسائر اللي هتحصل. ده بابيس الاشارفات. ده احنا ماشيين بسكاكين واسلحه بتاعتنا في الاشارفات. دبوس الطرحه دي اسرع رد فعل. لو انا اتمسكت، لو انا طلعت الدبوس وحطيته في اي منطقه تمام كده، هو لازم ان هو دي 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 تعتبر اسلحه احنا بنبقى ماشيين بيها من غير ما بنكون واخدين بالنا. الجراب نفسه بتاع الاي دي بتاع الكارنيه او البطاقه ده انا ساعات الفلوس الجديده بتعورني. عارفين اي حاجه حاده، اي حاجه حاده بتعور. وكان في برضو كان في مدام قاعده كانت معاها عكاز، فبتقولي طب انا دلوقتي المفروض انا ليا قاعده معينه، فانا مش هينفع ان انا استخدم الاساليب دي. فمسكنا العكاز بتاعها وشرحنا اساليب ازاي بمنتهى البساطه. عملت ده العكاز العكاز لو اتضرب هنا في الرقبه في الحنجره، لو اتضرب تحت الحزام، لو اتضرب في الضلوع العايمه، منطقه الضلوع العايمه دي منطقه ضعيفه جدا. المناطق اللي احنا بنختارها مناطق ربنا خالقها نقط ضعف حمراء ملهاش تقويه بالظبط كده. مع السرعه بقى، فسرعه. اصلا حضرتك مدرب ايه، كونغ فو ولا مدرب ايه؟ سيستيما، ده فن قتال روسي. انا مدرب معتمد ليه هنا في مصر. فن قتال روسي، والمفروض بياخد معاك بقى الشباب الصغيرين وال احنا اصلا بندي دورات للحراسات الخاصه، وبندي دورات للشباب، وفي كورسات خاصه للاطفال يعني لكل التخصصات. لكن الموضوع ده جديد، ده جديد علينا احنا اصلا شخصيا بالظبط. يعني موضوع بهية ان احنا ندي بقى اساليب مخصوصه، فدي حاجه زي ما تقول حضرتك كده تعمل تفصيل. انا السبب في الموضوع يعني بعد ما اللي حصل، وكان بحضر سيشن وبعدين بعد كده قعدت بقى اتكلمت معاه ايه المحاذير وايه اللي متاح. طب هو قلت له لا، ممكن الايدين يكونوا متشال الغدد والساديين، فبالتالي احنا كل يعني ابسط حاجه الضوافر الرجل هو ده اللي شغلنا. فبدا هو والتيم بتاعه يعمل البرنامج، واتصلت بيه امبارح بالليل واستضفته لان انا حضرت له قبل كده بره. فقلت له طب هي، قال لي ده هي يعني الاساس عندي. انا ببقى مبسوطه قوي والله من الناس. طبعا هو متطوع وجاي متطوع ومدي وقته ومدي مجهوده ومدي علمه. الكابتن اللي بيتضرب، الكابتن اللي بيتضرب الراجل كان معاك هايل. لا دايما، لا هو دايما بعد كل فقره في كل مكان، كل فقره. يا جماعه ايه رايكم في الفقره، ايه رايكم في الاساليب؟ لا بجد ما شاء الله الراجل اللي كان معاك كان هايل بصراحه. فده اجمل كومنت انا بسمعه. لا بس خليني بجد اسجل شكري واعزازي بجد لبهية تحديدا. احنا اللي بناخد منكم دعم يعني. احنا بجد
لا دي حاجة بتضيف لنا، لا دي حاجة بتضيف لنا يعني فعلا الواحد بيحس ان حياته ليها قيمة لما بيعمل حاجة زي كده. فدي حاجة دي بتسعدنا احنا اكتر. ربنا يكرمك ويجازيك خير ودايما. واخر حاجة لو سمحتوني مش حابب اسميه تطوع على قد ما حابب اسميه ده حقكم علينا، ده جزء اصلا المفروض ده واجب. بجد فكرت فينا خالص وفي ادائنا البدني ان احنا ما نقدرش نتعامل مع اي حد، كل حاجه لبسنا سيادتك بيبقى دلوقتي ليه يعني؟ طبعا طبعا كل حاجه عندنا بحساب، هو انه ياخد يستقطع كل الوقت دون والخطه اللي عملها لنا وتتناسب مع ولا اي حاجه. هو الناس لا لا الناس الجميله اللي قاعده دي انا شايف فيهم امي واختي وزوجتي وبنتي تمام، فدول ده شرف ليا انا، فدول جزء من الواجبات المفروض الشخصيات اللي انا ذكرتهم دول المفروض ليهم حق عليا، فهم دول اللي موجودين دلوقتي. فطبعا انا اللي بشكركم، انا بشكرها على تواجدي معاكم. شكرا جزيلا يا كابتن.